صراحة دم لحقت الحمد لله اللي لحقنا باسكو سانسيرمون سلكنا بشعره يعني كنا ممكن يعني كان نص الكبير يموت. احنا كنا تقريبا واحد الالفين جزائري ممكن كانوا واحد الالف يقعدوا ثم. لو كان الرباح انا قلت لك هذه بالنيل الا كنا الفين الف يقعد ثم صديقي قريب يعني لو كان صابوا الامكانيات اكثر وكان خسرنا نموتوا. ونيتي با دي سيبورتور كنا دي كاسكادور اعطيناهم درس في الرجله. ستادير تصور انت بلاد كامله تشوف فيك كانك عدو تي تسون اغريسي بارتو في قهوه في روتال في كي تمشي في الشارع في يعني كارثه اللي داير علام فوق ظهره ايوني شيب يعني سيمتيار. حكينا نهار الماتش صالح. نهار الماتش في الدخله اولا ديجا صبنا صعوبات كبيره الكار ما جات يعني تدخل لداخل الاستاد بس يلبوبلي يتمسخروا بينا روحوا من هيك روحوا من هيك عندنا ندورو بعد يجوزون على لي كارتي بوبيلار يهزوا الكار يضربوا الكار ما عرفناش كيفاش نتصرفوا. ومن بعد احنا استعملنا القوه دخلنا ذراع دخلنا ذراع بالكار وين كان لابوليس تاعهم والمهم القياده تاعهم وبدينا نطبحوا كلش قنعناهم باش يدخلونا من ثم بالسيف بالتكيات تاعنا وكلش مش حاني يدخلونا يعني باطل. كي بدا الماتش احنا على كل حال في مخنا كان نربح احنا باش احنا نناصروا الفريق تاعنا باش نربحوا على كل حال. بدا الماتش البريمير مينوت وقال ولا لا دوزيام مينوت ماركاو النبيت فشلنا في الحقيقه فشلنا بصح بدينا سيبورتيو ما حبيناش يطيحنا المورال بدينا سيبورتيو حتى وين شفنا الدقائق هما كيفاش ماركاو ماركاو الدقائق الاولى وماركاو في الدقائق التوالى. البارح يعني ليكيب ناسيونال ما كانتش بالصوره اللي كنا نتصوروا فيها تكون يعني نتمنى ان شاء الله في السودان بالك يترمونطا المورال ونربحوا ان شاء الله باذن الله. كيف تخرج من ستاد الصراحه؟ كارثه ديجا ما خرجناش من ستاد خرجنا واحد زوج سوايع مور اللي خلاص الماتش باش خرجنا من ستاد وكي خرجنا من ستاد كارثه لابوليس هذوك كيفاش يخزروا فينا يا صاحبي دارونا في ليطو. ومن بعد كي حكمنا احنا البيس وباش نروحوا خاطش احنا كنا مقيمين في القاهره القاهره ما يخفاكش باللي فيها تقريبا 20 مليون نسمه وكي يدخلوها الناس مع صباح تولي واحد 25 مليون 25 مليون نسمه وين راح تبان انت قدام 2000 وما قاعد تشوف هنا بكراهيه في الطريق. واش نقول لك كنا رايحين في الطريق الحجر ما نحكيلكش كسروا كاع البيش كسروا البيش الزجاج ولينا منبطحان يعني ما تقدرش تدافع على روحك تسمى ترسو ذيبك وهكذا كاين بعض الجماعه نتاعنا حبوا يخرجوا للغاشي دي ميلي دو جون ما حبيناهمش يخرجوا شديناهم ضربوا ومن بعد احنا فورسينا باش الشوفور يديماري ولينا رايحين على باب الله. كافي فو روتنو دو سيت اكسبيريونس هذا؟ انا في الحقيقه مصر هذه بكل احتراماتي للعلماء والخوتي المسلمين اللي ثم الطاهرين انا هذه البلاد هذه اول مره شفتها في حياتي واخر مره راح نشوفها في حياتي. ما يعني ماذا بيا حتى في المنام ومن منو معاش في مصر. الاستاد في التقريب واحد 120 الف نسمه. احنا كنا واحد 2000 بالك ربما اقل واحد 2000 دوك احنا كنا كميشه يعني وهما كانوا بزاف. الصوت انا ما كانش ميم با يسمع كي سيبورتيو. تسمى احنا كنا كمشان حل وعلى كل حال كمشان حل خير من قفا ذبان. لي سيبورتور انا على كل حال ما عندي حتى هضره عليهم خاطر برهنوا باللي كانوا في القمه كانوا في المستوى وانا عشتها معهم على كل حال. انا عندي كلمه للفريق الوطني نتمنى ان شاء الله انه ياخذ هذه بعين الاعتبار ويزيد يقوي روحه باش ان شاء الله نربحوا في السودان باذن الله ونروحوا لكوب دي موند ان شاء الله. هذه هي الامنيه تاعي. بارك صحه بارك فيك عايش. يسلمك الله ينورك.